أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. يعقد اليوم الأربعاء الموافق 17 من أغسطس في تمام الساعة 11:30 صباحا دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، ذلك بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، ذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. خلال دقائق سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى. لمزيد من التفاصيل وللحديث أكثر عن هذا الأمر هيكون معنا الكاتب الصحفي وزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع. أهلا بك يا محمد. اهلا بك واهلا بمشاهدي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بك. يعني بدايه خليني اسالك، ايه المتوقع خلال المؤتمر واللي هينعقد خلال دقائق بعد قليل؟ ايه المؤشرات الاوليه لتنسيق المرحله الاولى ولكليات القمه؟ هو بالفعل بدات وزاره التعليم العالي في التجهيز لتنظيم المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى، وبدأ ووصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والأستاذ سيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق مبكرا إلى مقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة استعدادا لإعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي. أما فيما يخص المؤشرات الأولية فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بسيط عن نسب القبول في العام الماضي، وذلك نظرا للطاقة الاستيعابية للكليات وارتفاع شرايح المجاميع الطلاب في الثانوية العامة عن العام الماضي. أما نسبة الحد الأدنى للقبول بكلية الطب من المتوقع أنها تصل إلى 92% أو أقل حاجة بسيطة. أما فيما يتعلق بكلية طب الأسنان فمن الطبيعي أن هي بتقل 3 درجات وليس 3%، 3 درجات عن القبول بكليات الطب، فممكن تصل إلى 91.4، ممكن يكون ده الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان وبالتبعية كلية العلاج الطبيعي وكلية الصيدلة، ممكن يصل للحد الأدنى للقبول إلى 90% وأقل حاجة بسيطة يعني. تمام. طيب خليني أسألك، هل في تاريخ متوقع للإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية؟ وأيضا يعني إيه التفاصيل عنها وإيه ملامحها؟ فيما يخص تنسيق المرحلة الثانية من المعتاد عليه خلال السنوات الماضية أنه بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بيعلن وزير التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وموعد انطلاق المرحلة والجدول الزمني لها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني. وايضا هناك توقعات ان الحد الادنى للمرحلة الثانية بالنسبة لشعبة علمي يصل الى 68%، بالاضافة الى بالنسبة لشعبة ادبي قد تصل الى 58% في الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية. محمد، يعني اكيد هنتابع معك هذا الامر وكل التطورات في هذا الامر وهننتظر المؤتمر، وهيكون لنا مداخله مره اخرى معك الزميل والصحفي محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع. انا بشكرك، شكرا ليك على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا. ايضا يعني كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه، وكونوا معنا دائما حتى نوفيكم بكل ما هو جديد. شكرا لكم والى اللقاء.